أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لتقرير السند، وده تقرير من ضمن سلسلة تقارير أعديناها في صباح الخير يا مصر، بنتكلم فيها عن المواقف الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي معنا ثلاث حالات من القصص الإنسانية اللي الحقيقة تركت أثر كبير جدا وأثر طيب في نفوس أصحابها وفي نفوس كل المصريين. لم يكن يتخيل أحد بائع التين الشوكي بمدينة نصر أن يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تصادف وجوده أثناء جولة الرئيس التفقدية للمشروعات القومية، ويتحدث عن أحواله المعيشية والرئيس يستمع ويستجيب ويحقق له طلباته. إنسان أنت طيب، عامل إيه؟ ساكن فين؟ من سوهاج. وعايش هنا؟ لا، عايز أخد موسم التين. عامل ايه؟ حافظ موسم التين بس، وعندي بس موسم التين. انا بس في الحي الثاني السبع، حتى في السبع. وحدك ولا معاك ولاد؟ لا، واحده. ايه دلوقتي بالصح؟ انت عايز حاجه؟ صحيح. هذا موقف بسيط ضمن مئات المواقف على مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، والتي تثبت يوما بعد يوم أنه نصير الغلابة والمحتاجين وجابر للخواطر. أهلا بيك، أهلا بيك، مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهني. أمين يا رب، يطرح البركة فيك. خدوا حاجتك بقولك؟ خدوا حاجتك، خدوا مكاني. لا، ليكي مكان. لا، ليكي مكان. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر. أثناء تفقد الرئيس لأحد المواقع لمباشرة المشروعات الجديدة والإشراف على تفقدها، تحدث أحد المواطنين من العمال البسطاء إلى الرئيس معبراً عن مشكلة لديه في سقف المنزل تتسبب في دخول الحشرات والقوارض عليه وعلى أطفاله، ليقاطعه الرئيس قائلاً: لن أساعد في سقف المنزل، ولكن سأقوم بإصلاحه كاملاً لتهنأ وأطفالك بحياة كريمة تستحقونها. مسافي التاني يوم ما كلمته الحاجة جاتلي، وبصراحة مش متوقع ان حاجة جيلي تاني يوم كده، وبنقول له الرئيس مشاكلنا قوي قوي قوي، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بالسيسي. أما عن ذوي الاحتياجات الخاصة فلهم مع الرئيس مئات المواقف، وعلى سبيل المثال للحصر عقب انتهاء إحدى جلسات منتدى شباب العالم كان أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الرئيس للقائه، وعندما علم بذلك لبى الرئيس على الفور طلب الصغير في مشهد إنساني تأثر به الجميع. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب وقفت الطفلة هدي الماجد وهي كفيفة لتقول رئيس الجمهورية: عاوز أغني قدامك، أنا نفسي تسمع صوتي. ليرد الرئيس بابتسامة الأب الداعم لطفلته قائلا: دانا اللي نفسي أسمع صوتك. أنا عايزة أطلب من حضرتك طلب يا سيادة الرئيس، أنا بتمنى إن حضرتك تسمع صوتي، ممكن؟ ده أنا نفسي أسمع صوتك، نفسي أسمع صوتك. صحيح، تفضل. عريق من له مثل أولياتي ومجدي. وبعد أن انتهت هديل والتي لقبها الجمهور بأم كلثوم الصغيرة من غناء وقف الخلق لكوكب الشرق، ذهب إليها الرئيس ليصافحها فاتكأت عليه الصغيرة بعد أن زارها الفرح والطمأنينة.